استفادة رائعة، استفادة قصوى من هذا اللقاء. وصلنا للدقيقة الأخيرة في هذه المباراة. إبراهيموفيتش هل ما زال في جعبته المزيد من السحر، المزيد من التألق، المزيد من الأهداف؟ منتخب السويدي في الجبهة اليمنى لسانا، يلعبها داخل منطقة الجزاء لأليكس كاسانيكليتش، وهادرستون كان هيغلط لكن مشيت معه. تنتقل مرة أخرى إلى ستوريج، ويلبك وزعها، حاول مرور، تصل إلى ستوريج وخارج الملعب ورمي التماس. 4 دقائق وقت غلط ضائع، 4 دقائق. بدأنا بالفعل في الدقيقة الأولى، داني ويلبك حاول مرور لكن تضيع، يضغط من جديد ويلبك لكن تلمس في أنتونسون أو راسموس إلم وتخرج الكرة إلى رمي التماس. ليتون بينز يمر بمهارة لكن تضيع، لعب أمامية وإبرا، وجوهارت يخرج براسه والمرمى فاضي. لا 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 يا حبيبي لا، إبراهيموفيتش ليس مجرد لاعب ولا هداف ولا قناص، لا لا، سلطان اللاعبين، أدى أهدافه بطريقة استثنائية. ايه المتعة، ايه الابهار ده، ما هذا الابهار، هدف تاريخي لإبراهيموفيتش، تاريخي، لاعب الكاراتيه السابق، لاعب التايكوندو السابق إبراهيموفيتش، باكورد دبل كيك، ضربة خلفية مزدوجة دون أن ينظر، دون أن يعرف أين المرمى، لكن الكورة تعرف طريقها، الكورة بتحبه، والمرمى خالي. والرابع السوبر إبراهيموفيتش، السوبر هاتريك زلاتان إبراهيموفيتش، يسحرنا جميعا في هذه الليلة السويدية، يبهرنا جميعا في هذا اللقاء في الفريندز أرينا في ملعب الأصدقاء. إبراهيموفيتش